الصحة والجمال. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامجكم أولادي جننوني. خليني بس أبدأ معاكم وهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، كل سنة وانتم طيبين، يا رب يجعل هذا الشهر عام سعادة وخير على كل المصريين. النهاردة نتكلم عن الألعاب التربوية ودورها في تنمية الذكاء للأطفال. هيكون ضيفي اليوم الأستاذ سيد رمضان، استشاري العلاقات الأسرية والزوجية والمستشار التربوي. أستاذ سيد نورتنا. أهلا وسهلا بك كتير. خليني بس أقول لك كل سنة وانت طيب. لا مع حضرتك بخير. وعايز أبدأ مع حضرتك بحاجة ناس كتير بتسأل عليها، أولادنا اللي عايزين نعودهم على الصيام والأطفال اللي تبقى مدللة، إزاي أعودهم على الصيام في شهر رمضان؟ والله هو مسألة مشقة الصيام ديت بتبقى طبعا على الكبير والصغير، لكن احنا بنحاول نهونها على قد ما نقدر بالنسبة للأطفال. فاحنا عندنا حلين، حل أسهل وحل أنفع. طب خلينا في الأسهل. الحل الأسهل هو اللي كلنا بنعمله، ان احنا طول النهار مشغلين لهم التلفزيون ونسيبه قدامه طول النهار. كلنا بنعمل كده. ناس كتير، مش كلنا، يعني نسبة كبيرة بتعمل الكلام ده، فده الحل الأسهل. طيب كحل اسهل ده، يعني شايف لو اشتغلنا عليه يبقى في خطوره على ان احنا نخلي الاطفال قدام التلفزيون؟ يعني قبل ما نقول بقى في خطوره ولا مفيش خطوره، فانا جايب فيديو صغير كده عباره عن تقرير في مساله مشاهده الاطفال كتير للتلفزيون وبرامج الكرتون، فلو نتفرج. طيب على التقرير بعد كده نشوف التقرير، لو التقرير جاهز معانا. طيب نشوف التقرير عن خطوره متابعه التلفزيون للاطفال ونرجع نكمل معاكم ان شاء الله. أهلا بكم مجددا، ما زال الحديث موصول حول الألعاب التربوية وتأثيرها على الأطفال، وضيفي الموجود معايا في الاستوديو الأستاذ سيد رمضان، استشاري العلاقات الأسرية. أستاذ سيد، بعد ما شفنا التقرير اللي أنا شايفه مصدم يعني بصراحة، عايز تعليق حضرتك عليه. يعني هو في الحقيقة الربط ما بين التقرير وعنوان البرنامج ولادي جننوني، ففي الحقيقة احنا اللي وصلناهم للنتيجة دي. احنا اللي اهتمينا بجزء وسيبنا جزء تاني. أي نشاط في الدنيا كلها بيعتمد على حاجتين، المتعة والفايدة. مفيش شك ان التلفزيون او البرامج الكرتون فيها شق متعه كبير، لكن ما فيهوش فايده بالقدر الكافي اللي انا محتاجه. فلما نعرض الاولاد لمشاهد عنف الكميه ديت، وبعد كده اشتكي ان ابني بيضرب اخوه او بيضرب اخته، طب ما انا اللي عملت كده. بل المفاجاه استاذ وتيدي اللي هقولها لك، ان المولود اللي بيولد على الفطره فطرته بتقبى ده. فالطفل الصغير غير الانسان الكبير. احنا الكبار زي ما قلت لحضرتك ان اي نشاط في الدنيا بيعتمد على شقين، المتعه والفايده. احنا الكبار ممكن نتنازل عن واحد من الاثنين، الطفل الصغير لا. فمن امثله متعه بدون فايده او فايده بدون متعه، ان مثلا مشاهده التلفزيون على مسلسلات او افلام غير هادفه. انا بتفرج عليها ليه؟ عشان احقق قدر من المتعه وانا عارف ان انا مش هستفيد حاجه. او التعليم الاكاديمي الممل، احنا بنروح نتعلم واحنا عارفين احنا مش هنستمتع، بس رايحين عشان الفايده. فاحنا ممكن نتنازل عن واحده من الاثنين. الطفل لا يمكن يتنازل ابدا. كمثال، لو جبنا طفل صغير وجبت له مثلا لعبه استاذ وتيدي واديتها له، انت بتشتكي ان هو بيقعد يفك اللعبه او يكسرها. بالظبط. هو في الحقيقه انت هدفك من اللعبه ديت المتعه، انت جايبها عشان يستمتع، هو عايز الفايده فبيدور على الجزء الثاني. فاحنا نضربه ونزعق له، مع انه هو الصح مش احنا اللي صح على فكره، هو اللي عايز الاثنين. مثال تاني على فايده بدون متعه، احنا وديه الحضانه او وديه المدرسه عشان يتعلم، فهو قاعد يلعب، فاحنا نقول له ده انت كده طفل شقي، ده انت كذا، لا هو بيدور على شق المتعه. فالطفل بيدور على الاثنين واحنا بنديله حاجه واحده بس من الاثنين. طيب معنى كام حاجه دلوقتي، ان المفروض الطفل بيبحث عن المتعه مع الافاده. نعم. احنا بنحاول نجيب له حاجه من الاثنين. الالعاب التربويه، هل الالعاب التربويه اللي هنتكلم عنها النهارده، وعايز افهم يعني هو في، طالما في العاب تربويه، هل معنى كده ان في العاب غير تربويه؟ في العاب تربويه وفي العاب غير تربويه، لكن قبل ما نتكلم على الالعاب التربويه والالعاب الغير تربويه، هو اصلا يعني ايه تربيه؟ فاحنا عايزين نعرف مفهوم التربيه. مفهوم التربيه ده معانا شريحه، رجاء لو نعرضها، لو نتكلم على مثال عمليه التربيه. طيب عمليه التربيه دي ايه اصلا؟ لو الشريحه جاهزه تظهر معانا على الشاشه، والاستاذ سيد يشرح لنا بقى مفهوم التربيه. حضرتك اشرحوا لحد ما تبدا المفهوم. عمليه التربيه هو كأن احنا عندنا جبلين، جبل في المجتمع وجبل في الطفل، وما بين الاثنين في فجوه تربويه. المجتمع فيه معارف ومهارات وسلوكيات، الطفل ما عندوش المعارف والمهارات والسلوكيات دي. فبنعمل ايه لما نوصل حاجه ما بين جبلين؟ بنعمل جسر. الجسر دوت بنبتدي نكونه سنه سنه. الجسر دوت هو ايه؟ هو بيئه التربيه. عندنا بيئات التربيه، في مثلا المنزل، المسجد، المدرسه، دي كلها اسمها بيئات تربيه.
طيب الجسر دوت لما يكون طويل ومحتاجين نحمل عليه حاجات كتيره، فمحتاجين وسائل عشان تحمل الاشياء اللي احنا عايزينها دي. الوسائل دي هي وسائل التربيه، بتبتدي تنقل من الجبل المجتمع الى الجبل اللي موجود فيه الطفل. طيب مين اللي بيسوق وسائل التربيه ديت؟ هم المربون، هم اللي بيقودوا وسائل التربيه، اللي المفروض اللي هي الام في البيت. المربون هم اربعه، الاب والام في المنزل، والمدرس في المدرسه، والشيخ مثلا او القسيس او الكاهن في المعبد او في المسجد. الوسائل دي بتحمل ايه؟ بتحمل اهداف التربيه اللي هو هدف معرفي او هدف مهاري او هدف سلوكي، ولازم باستمرار تتم عمليه فيدباك او تغذيه مرتجعه دائمه، ونراعي عمليه الوقت. الشريحه اللي قدامنا دي يا هي بتمثل عمليه التربيه كلها. اي حد بيتكلم في التربيه هو ماسك جزء من ديت وبيتكلم فيها. احنا النهارده هنتكلم في ايه؟ هنتكلم في الوسائل بس، وسائل التربيه. وسائل التربيه كتيره جدا ومتعدده جدا، لكن منها القوي ومنها الضعيف. جميل. فمن ضعيف وسائل التربيه الوعظ والتعليم المباشر. يعني يا استاذ سيد، فكره ان انا اقعد مع اولادي وابدا انصح واعمل وما تعملش، ده يعتبر وسيله ضعيفه. اما من قوي وسائل التربيه فعندنا مثلا القدوه. القدوه وسيله قويه جدا، وسائل التربيه. الالعاب التربويه من وسائل التربيه القويه جدا. يعني الالعاب اللي احنا بنجيبها لابنائنا او يبداوا يتدربوا عليها دي وسيله قويه من وسائل التربيه؟ الالعاب اللي احنا بنجيبها لابنائنا دي وسيله. اما امتى تبقى وسيله قويه؟ لو بقت العاب تربويه. ايه الفرق بين الالعاب العاديه والالعاب التربويه؟ اللعبه العاديه الوالدين بيجيبوها بهدف المتعه فقط، اما لو كان فيها هدف تربوي، يعني انا جايب لعبه عشان تكرس او توصل هدف معرفي او هدف سلوكي او هدف مهاري، بقى اسمها لعبه تربويه. يبقى كل لعبه هنشوف فيها الثلاث حاجات اللي هي السلوكي والمعرفي والمهاره، او واحده من الثلاث، او واحده من الثلاث اصبحت دلوقتي لعبه تربويه. طب يعني طب انا اعرفها ازاي ان اللعبه انا اجيبها دي فيها الثلاث حاجات دي؟ والله احنا محتاجين قبل ما اجيب اللعبه نفسي اللعبه نفسها اسال نفسي، هو انا جايب اللعبه دي ليه؟ ايه الهدف منها؟ مش العكس، مش انا اجيب اللعبه وبعد كده اقول لها الهدف، لا، لازم اسال هو انا جايبها ليه عشان اعمل الكلام دوت. فاحنا محتاجين خطوه قبل مشير اللعبه. الخطوه دي هي ايه؟ ان عمليه التربيه هما خطوتين. الخطوه الاولى تقييم دقيق. جميل. الخطوه الثانيه تقويم رقيق. تقويم، تقييم دقيق. الخطوه الاولى تقييم دقيق، دقيق. وتقويم. الخطوه الثانيه تقويم رقيق. تبقى حنين يعني. ابقى حنين. يعني ايه؟ يعني انا الاول اقيم الطفل، انا عندي ابني موجود في المدرسه او موجود في الحضانه. ففي بعض المواد اللي هو متقدم فيها، وفي بعض المواد المتعثر فيها، لازم اعمل تقييم لابني الاول. ايه الحاجه؟ ابني شاطر في القرايه لكن ضعيف في الكتابه، لازم اعرف هو شاطر في ايه وضعيف في ايه. بعد ما عملت التقييم الدقيق دوت ابتدي اعمل له تقويم رقيق، يعني سنه سنه، واحده واحده. طب ليه هو ضعيف في الكتابه؟ وابتدي ان انا اعمل له بعض الانشطه اللي داخل فيها العاب تربويه عشان تعالج لي المشكله دي، او عشان تساعده في الموضوع دوت حتى لو ما بقتش مشكله. انا يعني ممكن ابتدي بانشطه مثلا او العاب تربويه خاصه بمهاره الكتابه وهو الطفل لسه عنده سنتين، ابتدي معاه هو سنتين قبل ما يروح الحضانه، قبل ما يروح من المدرسه. جميل. هي الالعاب التربويه يا استاذ سيد يعني ليها اثر في الشرع، بمعنى هل كان الصحابه بيمارسوا الالعاب التربويه مع ابنائهم؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا كان بيمارس هذه الالعاب مع احفاده؟ الالعاب التربويه وردت في القران والسنه واثار الصحابه. فوردت في القران في قصه يوسف عليه السلام مع اخوته لما قالوا لابيهم ارسله معنا غدا يرتع ويلعب. فعشان يقنعوا ابوهم انه يرسل معهم يوسف قالوا له يرتع ويلعب. يوسف ابوه يعقوب كان من الاباء اللي كان عندهم دقه كبيره جدا 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 في مساله التربيه. فما فيش شك ان هم عشان يقنعوه يبقى هو كان بيمارس ديت. تاني حاجه، هو اصلا يعقوب ما اعترضش على الموضوع دوت في القصه، هو اعترض على حاجه تانية. فده اول دليل على ان الالعاب التربويه وردت في القران في قصص الانبياء. النبي صلى الله عليه وسلم ورد ان هو كان بيسرب البنات للسيده عائشه. وكان راى مع السيده عائشه بعض الخيل لهم اجنحه، فقالت جاء في الاثر ان خيل سليمان او فرس سليمان كانت لها اجنحه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا بيطأطئ ظهره الكريم لاحد احفاده عشان يمتطي ظهره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيسابق السيده عائشه، حتى الكلام ده في وقت الغزو، في وقت المعارك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الجيش ويسابق السيده عائشه. فده في القران وفي السنه. في الاثر ان ثبت ان الصحابه كانوا في اثناء الصيام، ودي بقى المناسبه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، كانوا بيعودوا الصبيان على الصيام.
فكانوا بيشغلوهم بالعين او بعض العرائس اللي هي بتبقى مصنوعه من القطن والصوف. فدي كده وردت في القران وفي السنه وفي اثار الصحابه رضي الله عنهم. طيب استاذ سيد، يمكن احنا في شهر رمضان لو بدانا نضع النيه، طبعا شهر حسنات وربنا سبحانه وتعالى بيمن علينا بنعم كتيره جدا في رمضان وخير كتير جدا، لو بدانا نمارس الالعاب التربويه مع ابنائنا بنيه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمارس الالعاب مع احفادي وزي ما كانوا الصحابه، ان شاء الله يعني نثاب على هذا الامر. ايه رايك بقى نبدا البعض الانشطه؟ وانا يعني عايز العب معاك النهارده، حفزت الالعاب التربويه يعني كده هنبدا بقى كل لعبه تربويه هتقول لي المعنى او الهدف اللي المفروض الامهات الموجوده معانا دلوقتي تفهم من المعنى التربوي من اللعبه دي. طيب هو اول خطوه ان يجب ان الام تكون سابقه بخطوه. سابقه بخطوه يعني ايه؟ يعني مش الولد قاعد بيعيط دلوقتي بسبب الصيام فهي تروح تقعد تدور هتعمل ايه دلوقتي، لا احنا في فكره بسيطه خالص، هو عباره عن برطمان صغير، واغلب الالعاب التربويه اللي انا جايبها النهارده هي وسائل بسيطة جدا موجودة في بيئة البيت، مش مكلفة خالص، الحاجات البسيطة اللي موجودة عندنا في البيت. فبرطمان صغير أو برطمان صغير والأم بتجمع فيه مجموعة من الألعاب التربوية اللي هي شايفة إن هي مناسبة لابنها في السن ده. ليه السن ده؟ لأن تختلف الألعاب التربوية من سن للتاني. يعني أنا لو جبت لبنتي لعبة مثلا لسن سنتين وهو كانت اللعبة دي أكتر منها يتأثر تأثير سلبي؟ هتبقى بالظبط زي ما يكون ابنك اللي لسه رضيع وأنت أكلته لحمة. طب انا اعمل ايه يعني؟ ازاي اعرف ان اللعبه البسيطه اللي انا جايبها يعني فانوس رمضان، فانوس رمضان بيمشي مع الكل، ازاي اعرف ان الفانوس ده ممكن يمشي مع سنتين او يمشي مع ثلاث سنين او اي لعبه عندي انا ممكن اجيبها لبناتي اعرف ان اللعبه دي تناسب هذا السن؟ طيب هو يعني قال الله فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فدلوقتي بقى موجود جدا كتير جدا على النت ان مواقع متخصصه في مساله الالعاب التربويه، وبتحدد المواقع ديت اللعبه ديت تناسب سن كذا، وبنمارسها مع الولد عشان نكرس صفه كذا او مهاره كذا او السلوك الفلاني. فنرجع للمتخصصين او نرجع للكتب المتخصصه في ديت، وفي كتب كتيره كمراجع كتيره، من اشهرها ان في يعني مجموعه جيده جدا اسمها بنك الافكار، ودي مجموعه عاملاها وزاره التربيه والتعليم المصريه هنا اهوت، فيها اكتر من 1500 لعبه تربويه، وكل لعبه كاتبين الهدف بتاعها ايه وبتمارس ازاي والادوات بتاعتها والسن المناسب بالنسبه لها. واظن يا استاذ سيد ان دلوقتي اغلب حتى المحلات اللي بنشتري منها الالعاب بيبقى فيه زي نظام حاجه استرشاديه كده بتبقى مكتوبه ان اللعبه دي يعني نعملها ازاي والسن كام. بالظبط فعلا يعني حاليا موجوده على الالعاب. ايوه السن الفلاني اللعبه دي تناسب السن الفلاني. ايه نبدا نلعب؟ نبدا نلعب. طيب اتفضل. انا دلوقتي همسك هذا الصندوق. ويعني المفروض الام دلوقتي هتمسك الصندوق الجميل ده وحتى حاجه سمايل كده ابتسامه جميله علشان تناسب الاطفال. انا المفروض اطلع كده لعبه ونشوف اللعبه كده. اطلع لعبه وبعد كده بنتكلم اللعبه ديت ازاي بنمارسها مع الطفل. طب تمام. فكرتني لما بنعمل جوائز العمره وكده لعبه الحروف المتشابهه، لو الشاشه تجيبها لو متاح. لعبه الحروف المتشابهه، ايه بقى لعبه الحروف المتشابهه؟ نشتغل عليها ازاي؟ لعبة الحروف المتشابهة. طيب يا استاذ سيد نبدا بقى بلعبة الحروف المتشابهة، نشوف بقى الدنيا ماشية ازاي معاها. طيب لعبة الحروف المتشابهة ديت هي لعبة شهيرة جدا في المجتمع، ولكن لها هدف تربوي عظيم جدا جدا جدا. الذكاء انواع كتيرة، لكن اهم انواع الذكاء هو الذكاء اللغوي. فالذكاء اللغوي مهم جدا احنا ننميه باستمرار ونشتغل عليه عند الاطفال، لان الذكاء اللغوي بيصب بجميع انواع الذكاء. فمن المشاكل اللي بتقابل الولد مثلا مشكلة العسمة. مشكلة العسمة ديت هي ان الولد ما بيبقاش عنده طلاقة، فلما يجي حروف متشابهة يبتدي يتلعثم، حروف شبه بعض. يبتدي يتلعثم، فاحنا بنعمل ايه؟ بنعمل له تمرينات تقوية بنقوي بيها العضلة ديت عنده. فالحروف المتشابهة هي عضلة، مش عضلة الدراع، عضلة اللسان. عضلة اللسان. هي كلها اسمها عضلة، يعني الشرط عضلة في الايد. تمام. لكن هي عضلة معينة فأنا بحاول أقويها عنده. الحروف المتشابهة هي مجموعة من جملة فيها مجموعة كلمات فيها حروف متشابهة، وبعدين ألعب أنا والولد الألعاب دي. فمثلا زي جملة مثلا شهيرة بتقول أرنب أنور في منورنا وأرنبنا في منور أنور. تمام، كررها تاني يا أستاذ سيد. أنت ما تعرفش تقولها؟ طيب حاول تقولها كده. أرنب أنور في منورنا. ماشي؟ وأرنب أنور منور
ما تعديها دي. لا لازم تقولها. طب قولها تاني وانا اقولها لك تاني. ارنب انور في منورنا وارنبنا في منور انور. ارنب انور في منورنا وارنب وارنبنا وارنبنا في منور اللي قالها الاخ السيد. طب هي اللي عايز اقول يعني دي سن معين مثلا ان انا الحوت مثلا ما يجيش حد عنده سنتين لسه ما بيتكلمش يبقى. طبعا يبقى سن بدايه ما يبتدي يتكلم الولد بدايه ما يبتدي يتكلم وطول ما هو عنده مشكله في التلعثم انا ببتدي العب مع الالعاب دي. في امثله كتير بقى زي كده اهوت. في خيط حرير على حيط خليل. دي شغالين بيها. دي شغالين بيها. طب اقولها كده. خيط حرير على حيط خليل. ايوه اقولها كده ثلاث مرات. خيط حرير على حيط خليل. مش باشمهندس مش باشمهندس مش باشمهندس. لا كلنا بنقولها. هي شغالين كلها كلمات بنفس المعنى دوت واحنا بنبتدي ندرب الولد عليها ان هو يتعود على نطق الحروف المتشابهه. فدي اللعبه الاولانيه والهدف منها تنميه الذكاء اللي هو عشان التلعثم اللي اي طفل عنده تلعثم نبدا بقى. وعلى فكره احنا كمصريين بيبقى سهل جدا ان احنا نختار بعض الكلمات المتشابهه ونشتغل عليها ان شاء الله. ناخد حاجه ثاني. اتفضل. بسم الله. لعبه الخرز. لعبه الخرز جميل. طيب شوف لعبه. طيب. الخرز لعبه الخرز ديت هو احنا بتقابلنا دايما مشكله يا استاذ وتيدي ان الولد اول ما نوديه الحضانه ويمسك الورق بيمسك قلم ويقعد يشخبط على الحيطان ويجنننا. اول ما نروح الحضانه ويبتدي يديله واجب فبيقعد يعيط ما يعرفش يكتب الواجب. ده سببها ايه؟ سببها ان العضلات بتاعت الانامل لسه ضعيفه. فلما بيمسك الورق القلم مره واحده فبيحس بالم واحنا نقعد نضغط عليه اكتب الواجب. اكتب الواجب. في الحقيقه ان في خطوه قبليها ان احنا لازم نمرنه على بعض الانشطه اللي تقوي العضله دي سواء عضله الانامل او ان هو يتعامل مع الحاجات الدقيقه. فلعبه الخرز هي لعبه بسيطه قوي ان انا بجيب مجموعه خرز زي كده اهوت زي الخرز اللي موجود معانا دوت. حاجات موجوده في البيت بتاعت عقد بتاعت سبحه بتاعت اي حاجه. واجيب خيط برضو موجود عندنا زي كده اي خيط موجود وابتدي ان انا الاول اخلي الخيط بشمعه صغيره زي ديت اخلي السن بتاعه بس سميك ان انا اعملها كده اهوت اخلي السن بتاعه سميك وبعد كده ابتدي العب بقى مع الطفل الخرز ده ان احنا ندخل الخرز جوه الخيط ونبتدي نجمع خرزه ورا خرزه وممكن بقى ارتقي بان انا اقول له مستويات من الخرز ويشكل لي شكل معين فيها. ده يبقى في ابداع عند الاطفال ممكن يعملون الاشكال دي جميله جدا. مهاره الابداع بالفعل خاصه كمان لو الخرز اللي موجود بيبقى فيه الوان. دي المعنى التربوي هنا في الابداع بالاضافه للحاجه العضليه. بنمي مهاره الابداع وبقوي عضلات الانامل بالنسبه للطفل. دي من ضمن الانشطه اللي بتمارس قبل مرحله الكتابه. وانا جايب النهارده انشطه كتير بالنسبه لتنميه مهاره الكتابه لان انا بالفعل بيصعب عليا الاطفال. يعني سن كامل المفروض انا ما اقولوش بقى ما امسك القلم واشتغل بيه وخطط. احنا ممكن نقعد سنه كامله قبل ما الولد يخش الحضانه بديله انشطه العاب تربويه تنمي مهاره الكتابه انشطه كامله سنه كامله ولما يدخل الحضانه يقعد سنه كمان جوه الحضانه يديله انشطتين. واحنا معانا اكتر من لعبه النهارده عشان تنمي مهاره الكتابه. طيب ناخد لعبتين. اتفضل. بسم الله. لعبه ماذا لو. لعبه ماذا لو. ايه ماذا لو ايه بقى؟ ماذا لو هي لعبة بتنمي مهارة الإبداع والمنطق عند الأطفال. الأطفال هيعرفوا منطق يا أستاذ سيد. ده بيبتدي من سن مثلا 5 أو 6 سنين ونقدر نشتغل معاهم في احنا المنطق دي. المنطق اتعلمناه في المسرحيات بلاش نقول ايه يعني. لكن الأطفال يتعلمون المنطق يتعلموا المنطق والإبداع باللعبة البسيطة ديت. فماذا لو أنا بقول له إيه؟ ماذا لو أن الله خلق الفيل بأجنحة؟ ده سن كام بقى؟ من سن 5 سنين او لو هو قبل كده هو طب كده العب معاه. انا بلعب معاه بس هي لعبه بس واقول له يلا يا سيدي يا حبيبي. ماذا لو ربنا عز وجل خلق الفيل باجنحه؟ كان ايه اللي حصل يا وتيدي؟ فين الوتيدي يا جماعه؟ حضرتك هيبقى كل ما يقول لي فكره اقول لي ده هعتبره طياره ده مش عارف ده انا هيبقى شكله جميل. انا ما بقطعوش اي حاجه يقولها اتقبلها منه. انا بتقبلها منه وبس. اللي انا بلفت نظره ليه ان دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه، ان دي حاجه سلبيه ولا حاجه ايجابيه. فمثلا ممكن يقول لك ايه؟ يقول لك ده احنا ساعتها بقى هنسافر على الفيل ومش هنحتاج نقطع بقى تذاكر طيران. طب دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه حلوه.
طب ده ممكن اصحى افتح الشباك الاقي ان الفيل واقف على الشباك بتاعي، ما هو ليه اجنحه، فاول ما يفتح الشباك اشوفه كده اتخطط، دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه وحشه، دي حاجه سلبيه. طيب ايه كمان حاجه حلوه؟ والله ده كده ممكن الالعاب الاولاد يقعدوا يلعبوا بالفيله دي، فكل اب يشتري فيل ويلعب بيه يروح بالمدرسه بدل ما يمشي، دي حاجه ايجابيه. طيب ايه الحاجه السلبيه؟ ان ممكن الفيله لو خبطت في بعض فهتبقى حوادث في الجو، هتنزل على عربيات هتطبقها، وهكذا. ابتدي ان انا كل مره اقول له حاجه مش موجوده، واوصله في الاخر ان الحمد لله ان ربنا خلق بدون اجنحه. يعني في الاخر اوصل له المعنى بقى ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الفيل بدون اجنحه. فكده هو يعرف مدى حكمه الخالق عز وجل ويوصل لمساله المنطق. ممكن كمان امثله تاني في امور الدنيا نقول له طيب يحصل ايه لو ان الحكومه نزلت قرار ان الاتوبيسات كلها تبقى بدون كراسي؟ ونبتدي ان احنا نقيم القرار دوت عشان لما يكبر يعرف يدرس القرار، يعرف عواقب الامور قبل ما ياخد قرار، سواء بقى في شغله او في حياته يعرف عواقب الامور. يحصل ايه يا وتيدي لو لا انا المشكله بقى في اللي انا قلقان منه ان الطفل المصري ذكي فيقول لي ماذا لو يا بابا ربنا خلى ماما مش عارف ايه يدبس لي انا بقى في القصه دي، فهي هو ممكن يمارس هذا الموضوع بس بطريقه تبقى مختلفه، لكن يبقى معنى اللعبه دي هنا علشان الابداع. وطبعا الامهات ما شاء الله يعني هيبدا يفكروا بطرق معينه بحيث ان احنا يبقى نمارس او يعني نخلي فيه ابداع عند اولادنا. دي ماذا لو ناخد حاجه ثانيه؟ اتفضل. عندك ما شاء الله في لعب كتير انت جايبها النهارده، 10 العاب يا وتيدي عشان انا عارف ان انت متشوق للالعاب من وانت صغير زمان. نسي العب بس السيد. لعبه السله، بحب السله دي بقى. لعبه السله طيب هي السله استاذ وتيدي هي عباره عن سله بسيطه كده زي اللي موجوده عندنا، رخيص اي سله كده، وموجود جواها مجموعه اوراق، ورق صغير زي كده اهوت. احنا جميل، هو كمان ورق ملون يعني. دي طبعا الالوان لما بندخلها مع التعليم فبتزود نسبه استيعاب الطفل اكتر من 90 ضعف، لان بتشغل شقي المخ. طيب تاني المعلومه الايمن والشقي الايسر. المعلومه دي يا جماعه مهمه، الاستاذ سيد بيقول ان لما نستخدم الالوان في الالعاب ومع الطفل بتزود استيعابه 90 ضعف. 90 ضعف لما اشغل اي نشاط فيه استخدام لشقي المخ الشق الايمن والشق الايسر، بالظبط، فالالوان بتزود نسبه الاستيعاب. فاحنا بنقول للطفل دي سله كده، تعالى احنا نلعب سله. اتفضل يا استاذ وتيدي. تصدق انا نفسي العب سله من زمان. العب بقى سله كده وانت واقف كده، يعني المفروض انا على مسافه متر تقريبا. على مسافه متر، وحاول توقع طب تنشل. وفي جايزه يعني ولا ايه؟ هنشل. في جايزه ان شاء الله، هدي لك كنز. بسم الله الله، جميل ممتاز. يعني اسرع بقى، اسرع، في تحفيز بقى. ايوه رائع، حلو قوي. تصدق اللعبه دي حلوه اساسا. جميل. يعني هدي لك واحده بره يعني ولا ايه؟ كده في واحده خرجت. ماشي رائع، جميل. ده اول مره في ده اللعبه ديت ممكن تستخدم باكتر من طريقه، فممكن تستخدم كلعبه فرديه او ثنائيه او جماعيه. جميل. ففرديه ان زي ما حضرتك كده اهوت وانا بشوف هو دخل كام ورقه جوه السله. او ثنائيه يعني ايه؟ يعني احنا معانا كام ورقه؟ معانا خمسه. اتفضل انت ثلاثه وانا ثلاثه، ونبتدي نتنافس نشوف كل واحد مننا وهو قاعد كده اهوت في توقيت واحد ولا في توقيت واحد، واسرع واحد يدخل الثلاث كور بتاعته جوه. يعني هنبدا مثلا نقول ثلاثه اثنين واحد ويكون يبدا. انا ممكن اعمل ثلاثه مره واحده بقى واتذاكر. جرب والله. ثلاثه اثنين واحد ابدا بقى. لا واحدة واحدة. ثلاثة اثنين واحد ابدأ. لا انا اللي كسبت يا جماعة. دي اللعبة الثنائية. اللعبة الجماعية ان احنا ممكن نفس الالعاب ديت بس نوقف بقى الاطفال كلهم ونعد مثلا عدد مجموع الاطفال. طب بص سيد، الاطفال لو انا مثلا عندي في البيت عندي مثلا ابني عنده 5 سنين، بنتي عندها 4 سنين، يعني كسن لازم يكون السن زي بعض ولا مش هتفرق السن في خاصه في الالعاب الجماعيه؟ والله في العاب ممكن نلعب فيها كاعمار مختلفه، وفي العاب لا لازم نراعي مساله العمر دي. لكن انت لفت نظرنا لحاجه جميله جدا يا استاذ وتيدي، هي ان احنا ككبار لازم نشارك الاطفال في اللعب. حلو لازم. حلو قوي. ليه؟ لان في حكمه تربويه قويه جدا جدا جدا، ودي من اسرار التربيه. بتقول ايه؟ في مقام الاخلاق ارفع ولدك اليك، وفي مقام المشاعر تصاب اليه. رائع. تاني يا استاذ سيد الكلام الجميل ده. في مقام الاخلاق ارفعه اليك، ارفع ولدك لك، بس لازم في مقام المشاعر تصاب انت له. انزل له بقى انزل له بالمشاعر فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا مع السيده عائشه كان بيقدم الجيش وكان بيسابقها. صحيح. دي مقام مشاعر ولا مقام اخلاق؟
لا دي مشاعر. مشاعر. فكان بينزل مستوى السيدة عائشة ومستوى سنها. لكن لما السيدة عائشة أشارت بإيديها كده هوت على إحدى زوجاته وكانت قصيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه غضبا، هنا هو رفعها إليه. طيب أستاذ سيدة، يعني احنا كده إن كل اللي بيشوفوا دلوقتي الآباء والأمهات ممكن أجيب أنا مراتي وولادي وتعال نلعب بقى في البيت، ده لازم، ولا ما ينفعش أنا أقول ده أنا جاي من الشغل وظروف الشغل يا جماعة وبلاش، أنا عايز مش عايز صوت، عايز هدوء، ده اللي بيحصل يعني في اغلب بيوتنا. لا، لازم تبقى محدد وقت معين تلعب فيه مع اولادك، لازم تبقى من ضمن جدولك الاساسي، زي ما في وقت محدد للشغل لازم وقت محدد للعب تلعب مع اولادك، ودي بتفيدك في حاجات كتيره، من ضمنها مثلا ان انت باستمرار عايز كلمتك اللي تمشي عليه. طب ليه دايما كلمتك اللي تمشي؟ طب ما انا مره كلمتي تمشي. طب انا ابنك الصغير هتقول لي اصل انت ما عندكش خبره. طب ما في حاجات تاني انا عندي خبره فيها اكتر منك. واظن نفسيا العب بالظبط، اظن نفسيا المعنى كمان لما الابن يلاقي ان والده فيه حب وبينزل ويلعب معاه، نفسيا بتفرق مع الطفل. طبعا بتفرق معاه، وبتعمل حاجه تاني مهمه اللي هي شحن رصيد الحب. شحن رصيد الحب، شحن رصيد الحب، وده حاجه مهمه جدا ان انت باستمرار تشحن رصيد الحب عند ولدك عشان لما تطلب منه حاجه ينفذها. طيب استاذ سيد، عايز بس ارجع للعبه دي. اتفضل. الهدف التربوي منها ايه؟ الهدف التربوي منها اولا تحديد الهدف. تمام. يعني الطفل الصغير اللي عنده 4-5 سنين او 6 سنين، طب ده هقول له هدف ولا هو العقل اللاواعي عنده بيشتغل على القصه دي؟ لا، احنا بنشتغل على العقل اللاواعي، ودي اقوى، عشان كده مسلك اللعب من اقوى المسالك في التربيه، لانها فيها تكريس غير مباشر. اي مسلك، استاذ وتيري قاعده كده، اي مسلك من مسالك التربيه او اي وسيله من وسائل التربيه التكريس فيها غير مباشر بتبقى اقوى من الوسيله اللي التكريس فيها مباشر. بمعنى كده ان اللعبه دي ما وضحلهوش الهدف منها ايه، هو صغير مش هيستوعب ده. انما انت قويت عنده العضله، لما يكبر هيستوعب ده. جميل. لكن احنا كمان لينا هدف غير مباشر، زي ما حضرتك تفضلت دلوقتي، لينا هدف غير مباشر من اللعبه دي. ايه هي؟ انا عايزه ده هدف مهاري، ان هو يحدد هدفه ويعرف يوصل لهدفه، ويبقى فيها منافسه وتحفيز. وبعد كده اللي كان اللعبه الجماعيه اللي بقول لحضرتك ان احنا بنوقفهم وندي له عد 1 2 3 4 5 ويتعاونوا مع بعض، واخر واحد ينزلها بالزبط. في الباسكت دوت. ده هدف برضه تنميه مهاره العمل الجماعي. لكن في هدف تربوي كمان غير مباشر قوي جدا في الموضوع ده، ان هو يتعود طول ما هو ماشي في الشقه اول ما يلاقي ورقه يعمل ايه؟ يخليها في الباسكت، يحتفها في الباسكت طول ما هو ماشي. فبدل ما الام تقعد تصرخ لما تلاقي زباله المها في السله لما كذا كذا، لا، هو خلاص، هو بطريقه غير مباشره هو هيتعود على كده وهيحس بمتعه كمان. هيعملها بطريقه ممتعه. تمام. ناخد لعبه تاني عشان بس طبعا. الوقت، وبعدين حضرتك تختار بقى اقوى الالعاب في دول عشان نشتغل عليها. لعبه حبل الحروف. دي يمكن اظن حاجه هتبقى خاصه بالكتابه. لعبه حبل الحروف. هي لعبة حبل الحروف، هي الحبل اللي موجود قدامنا دوت استاذ وتيدي. هي حاجة بسيطة خالص، خيط موجود عندنا عامل زي حبل الغسيل بسيط. وموجود شوية مشابك وورقة، انا كاتب على كل ورقة منها حرف. بنعمل ايه؟ بنجيب 3 حروف ونبتدي ان احنا نطلب من الولد واحدة واحدة ان يحاول يطلع لنا منها كلمة مفهومة، ودي بتبتدي من سن كبير شوية، كبير نسبيا يعني. كام سن يعني؟ يعني مثلا سن 8 سنين 9 سنين. فنيجي نقول له تعالى نرتب الحروف بالطريقه ديت، ودي له حصيله لغويه كبيره جدا. فالثلاث حروف ديت حرف الراء والباء والحاء، هنا جمعوا كلمه ايه؟ رابع حاء. رابع حاء. طيب لو جينا ان احنا رحنا غيرنا كده اهوت حرفين، جمعوا كلمه ايه؟ رحبا. رحبا. طيب لو جينا ان احنا غيرنا كده اهوت ورحنا جايبين حرف الحاء هو اللي في الاول. دي كلمه حرب. حرب. طب لو غيرنا كده هتبقى حبر. حبر او حبر. او حبر. حبر الامه وحبر القران. صحيح. حبر. طيب حبر. لو احنا كان غيرنا تاني ورحنا جايبين حرف الباء في الاول كده اصبحت بحر. هتبقى بحر. بحر. طيب لو جينا خلينا حرف الحاء في الاخر ودوت اللي هي برحة. 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 كلمه برحة. ينفع ان انا اجيب اكتر من من من, من مثلا 3-4 حروف اكتر؟ احنا بنغير بقى كل مره كده اهوت، كل مره بنغير في الحروف دي، ومش شرط ان كل مره، يعني دلوقتي 3 حروف جابوا لنا 9 كلمات ليها معنى. لكن مش شرط كل مره ان 9 كلمات بقى ليها معنى، ممكن تيجي ما نلاقيش ليها معنى. نعمل ايه؟ نخلي كتاب قاموس صغير جنبنا، ولو الام اللي بتلعب اللعبه ديت مع الولد اي كتاب قاموس بسيط كده اهوت موجود جنبها، مختار الصحة مثلا، اي حاجه بسيطه كده موجوده جنبها، تقول له والله طب الكلمه دي احنا مش عارفين كان لها معنى ولا مالهاش معنى. طيب تعالى كده نشوف الكلمه ديت جوه القاموس، ونفتح القاموس وندور عليك. طب جميل استاذ سيد، انا شايفك انت جايب معاك فلوس هنا يعني. في ده ما شاء الله، ينفع ان انا بعد كده اطلع بالقصه دي في فلوس كده زهره؟ اربعوا كده، عايزين نشتغل على الفلوس دي.
طيب هي دي لعبة تاني برضو احنا قلنا ان احنا عندنا وليه ليه مثلا ربع جنيه يعني انشطة عندنا انشطة لتنمية مهارة الكتابة دي برضو من ضمن الالعاب اللي انا بلعبها في البيت لتنمية مهارة الكتابة. احنا اتفقنا ان انامل الولد العضلات بتاعته تبقى ضعيفة فانا بحاول اقويها. فاللي انا بعمله ان انا بجيب طبق واحط فيه مجموعة اربع جنيه اربع جنيه مش نص ولا جنيه. ليه؟ لان الربع عشان جنيه لا ايوه عشان ربع جنيه صغير ولو حصل والطفل بلعه هينزل في معدته ومش هيجي. انا تخيلت ان بعد كده هيقول يا بابا عايز الربع جنيه فيبقى سهل عليا ما تجريش في مبالغ كبيره. فبحط له الربع جنيه في طبق وبطلب منه بعد اذنك يا استاذ تيدي انقل الربع جنيه ده من هنا للطبق الثاني. تمام نقل عادية يعني نقل عادية يعني مثلا يبقى بسرعة مثلا كل مرة بطلب منه انه يعمل دوت بسرعة لحد ما يخلص الاعداد. جميل لحد ما يخلصه بعد كده بطلب منه انه يراجعه تاني. هنا انا بعمل ايه؟ بنمي او بقوي عضلات الانامل. لكن في حاجة مهمة ان القعدة ديت غلط ان انت تطلب من الولد ان هو يعملها جرد طري دي غلط. لكن انا اعمل ايه؟ لو عندي مكتب اقعده على المكتب عشان اقوي عضلات الانامل واقوي عضلات الكتف كمان. تمام نفس مستوى الكتابه نفس المستوى اللي هو بيقعد فيه وهو ساند ظهره واقول له اعمل كذا وبعد كده اعمل كذا. ده بيبقى انشطه قبل ما يدخل الحضانه اصلا. رائع السيد. ايه الانشطه الثانيه اللي موجوده معانا؟ في تاني في انشطه تاني في تنميه الابداع والابتكار بالادوات البسيطه اللي زي اللي معانا دي. دي ادوات اللي بيسموها اللي بتتباع ادوات المنزل ولا دي ادوات المنزليه ادوات بسيطه كده زي دوت قلم مثلا. فانا في لعبه اسمها الفوائد. الفوائد ديت انا بقول لحضرتك مثلا ايه حاول تطلع لي 20 استخدام للقلم غير ان احنا نكتب بيه. نعمل ايه زي ايه؟ فيبدا مثلا نشوف اللي هو الخشب نفسه نستخدمه في ايه الخشب ممكن نستخدمه في كذا. نعمل ايه تاني؟ البنات بتعمله توكه بالزبط. ممكن ولد يحطه هنا عشان يبين ان هو نجار. ممكن يحطه في قلم في جيبه عشان يبين ان هو يعني مثقف وكذا. اغز بيه الاستاذ سيد ممكن بلاش ده حاجه سلبيه. على فكره هي كانت معلومه انا اتفاجئت بيها لكن كان قالها لي حد يعني متخصص في الطب قال ان بالفعل لو حد بلع لسانه فاحنا ممكن بنفتح له فتحه هنا اهوت عشان يتنفس فانت ممكن تنقذ حياته بالحركه اللي عندك قلتها. غزه. فانا بقول له طلع اكتر استخدام للقلم. اقول له طلع اكتر استخدام للطبق مثلا. اجيب طبق صغير كده اهوت اقول له طلع اكتر استخدام للطبق حتى لو غير ان احنا نستخدمه في الاكل. مهم ان احنا غير ان احنا نستخدمه في الاكل. زي ايه استخدامات في الطبق مثلا؟ طبعا ممكن نخليه زينه مثلا على الحيط. نخليه مثلا لو ممكن نكسره كبلاستيك ممكن حسب المعدن نغطي بيه اللمض مثلا اللي بتبقى زينه في رمضان. نخليه شمسيه. نخليه شمسيه. جميل. الشاهد ان دوت بينمي مهاره التفكير الابداعي وهو التفكير الابداعي هو التفكير في الامور العاديه بطريقه غير عاديه ودي بتبقى موجوده عند الاطفال بدرجه عاليه جدا وللاسف احنا بنقضي عليها لكن هي بتبقى موجوده احنا محتاجين ان احنا نوجهها وننميها مش نقضي عليها. طب استاذ سيد لو انا هشتغل في البيت مع اولادي على الموضوع ده والامهات تشتغل معاهم ايه المدرسه يعني مش هتلاقي الحاجات دي في الموجوده في المدارس. يعني هل الام بقى هنا ابدا اشتغل على اولادي حتى لما يكون في سنهم كبر برضك اشتغل معاهم على نفس الموضوع بالالعاب التربويه حتى لو هم كبار؟ طبعا. واحنا من اقوى الوسائل اللي بنستخدمها في التدريب الالعاب التربويه ودي بتستخدم حتى في الشركات. شركات كبيره وعملاقه على مستوى العالم بتستخدم الالعاب التدريبيه او هي طبعا التدريب جزء من التربيه. بتستخدمها في توصيل معلومه معينه او تكريس امور معينه من الالعاب التربويه فدي طيب. بتستخدم مع اي حد وفي اي مرحله عمريه. طب خلينا ناخد اخر لعبه بقى عشان وقتنا ناخد الكنز بقى الجميل ده. الكنز دوت هو طبعا احنا بنشرب الكنز وبعد كده بنرميه فهين ان احنا ممكن نستفاد منه. نستفاد ازاي؟ مثلا لو حطينا الكنز في سله زي كده اهوت ونجيب خيط زي كده وفي زرار الزرار اتفتح طيب. نجيب خيط ويبقى فيه زرار دخل الخيط في الزرار بقى يبدا بقى الطفل بقى هيحاول ان هو يبتدي يصطاد بيه. استاذنك نخلي الكنز ده بره. ماشي نخلي الكنز بره كده. احنا كنا عايزين نصطاده من جوه السله. معلش خليه كده عشان يبقى ظاهر بس في الكاميرا. حاضر. هو بقى الطفل هنا نمسك الزرار كده اهوت ونقول له حاول دخل انا اسف ديت هتعوق الحته دي. يعني هو الطفل زي ما بنسميه كده هينشن. هينشن. نقول له نشن يا بابا. يبتدي ان هو يركب. ايوه دخل كده بعد كده ونحاول نرفعها. ويحاول يرفعها ينزلها هنا اهو كده. دي اسمها لعبه مصيدة الكنز. ممكن يبقى فيه اكتر من واحد ويبتدي ينزلهم بقى او لو العاب جماعيه
او لو العاب جماعيه ممكن اكتر من واحد نحط كذا كنز في مكان. دي هدفها بقى تعمل نوع من الابداع. اه طبعا دي بيبقى هدفها نوع من الابداع، نوع استثمار الموارد المتاحه حوالين مننا، التركيز، تحديد الهدف، التفكير في الامور العاديه بطريقه غير عاديه. تمام استاذ سيد، الحوار معاك بصراحه جميل جدا واستفدنا كتير من حضرتك النهارده، واحنا سعدنا بوجودك معانا وان شاء الله تنورنا في حلقات ثانيه باذن الله. الله يبارك في عمرك. شكرا استاذ سيد. مشاهدينا الكرام، سعدت جدا بوجودي معاكم النهارده، وكان معايا الاستاذ سيد رمضان استشاري العلاقات الاسريه والزوجيه والمستشار التربوي. كنا بنتكلم عن الالعاب التربويه واثرها الايجابي على الابناء. خليني بس اختم معاكم، اقول لكم ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات ثانيه باذن الله. يا رب يجعل كل ايامكم طاعه وقرب من الله. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تواصل مع قناة الصحة والجمال، الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv.